يتقدم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بأطيب التهاني والتبريكات إلى سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام بمناسبة فوزه بجائزة شخصية العام الإعلامية في منتدى الإعلام العربي بدبي في دورته 17 وتكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الوزراء حاكم دبي. أكد الرميحي أن فوز مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بهذه الجائزة العربية المرموقة هو تكريم للأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية وتتويج لمكانة مملكة البحرين الرائدة كنموذج في الحريات الصحفية والتقدم الإعلامي والفكري والثقافي والحضاري خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. وأشاد بالمبادرات الإيجابية لسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وتاريخه المشرف كأحد رواد الصحافة والإعلام البحريني والعربي، مثمنا جهوده في تأسيس وكالة أنباء الخليج وكالة أنباء البحرين حاليا ومؤسسة الأيام للنشر عام 1989 ودورها المستمر في تطوير الحركة الصحفية والثقافية الوطنية وإسهامه في إنشاء جمعية الصحفيين البحرينية وإنجازاته في تطوير قطاع الإعلام والاتصال والثقافة والفنون إبان توليه وزارة الإعلام قبل تعيينه مستشارا لجلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام في عام 2005 ومشاركاته البارزة في العديد من الفعاليات والمجالس الإعلامية الخليجية والعربية والدولية. أكد الرميحي اعتزاز وزارة شؤون الإعلام وكافة منتسبيها والصحافة الوطنية بتكريم مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام مشيدا بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على تكريم القيادات والشخصيات العربية المتميزة والمبدعة في كافة المجالات بما يعكس الدور الإنساني والحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية.